في الغابة الفضية يعم الهدوء ويسود السلام. الشارع الوحيد هناك غير مكتظ بطوابير السيارات المزعجة كما هو الحال في شوارعنا، تلك الطوابير التي تمتد كالأفاعي. على ذكر الأفاعي، هناك أفعى حقيقية سوف تحدث زوبعة في هذا المكان. هذه الطريق إنها وعرة جدا. تريدون أخذنا إلى حديقة الحيوانات أم تريدون قتلنا؟ ويلاه، معدتي تتلوى من كثرة التأرب. لما لا تتمهل في القيادة؟ شكراً، كانت فكرة ممتازة أن تسلك هذه الطريق. سوف أتنزه قليلاً. الطقس جميل وأنا سعيدة. يا ويلي، توجد أفعى. فلنحذر حيوانات الغابة الأخرى. هيا هيا اتبعيني. لقد رأيت هذه الأفعى في فيلم الصحراء. هذه كارثة حقيقية، فهذه الأفاعي تحب التهامنا. طبعا يجب أن نوضح لهم بأننا كأرنبين مسالمين خاضعان لقوانين تحمينا كقانون حماية الطبيعة. ولكن الأفعى لا تفهم هذا. إن الأفعى لا تبتلع إلا الحشرات. بالضبط، ولكن يقال بأن هذه الزواحف تأكلنا بشهية. بصراحة الأرنبان خائفان جدا. لا يمكنني أن أتصور أبدا كيف يؤذي أحد هذين الأرنبين البريئين. وجدتها، الأفاعي تعشق لحم الأرانب بشكل خاص لأنه لذيذ جدا. أيها الأحمق الأناني، حياتنا معرضة للخطر وأنت لا تفعل شيئا سوى أن تهزأ بنا. يا لك من سيء. ألا تخجل أبدا؟ كنت أمزح معكم فقط، ألا يمكن للمرء أن يمزح قليلا؟ تستحق هذا يا عديم الأخلاق والمروءة. صدقوني يا أصدقائي، سيجد فردي حلا لهذه الأفعى الجائعة. أشتم رائحة الأرانب المغرية. منذ أن خلعوا سني السام لا أستطيع الحصول على أي فريسة. أموت جوعا. فيردي عاشق المطالعة والثقافة استعار كتابا عن الأفاعي من مكتبة القرية وأخذ يقرأ من الكتاب أمام أصدقائه. توجد الأفاعي في كل مكان، ولكن أكبر وأخطر هذه الأفاعي تعيش في إفريقيا. يوجد أفاعي خارقة تخلق فريستها، وأفاعي سامة تسمم فرائسها، وكل النوعين مولع بالأرانب والأرانب البرية والفئران. هل الأفاعي مولع بالكلاب؟ الكلاب بالنسبة لها طعام لذيذ وشهي. الأفعى التي رأيناها سابقا من المؤكد أنها سامة. كانت جائعة جدا. إني خائف. ماذا سنفعل الآن؟ لا أود أن أؤكل. ما نوع الأفعى التي رأيتموها؟ ليس في الغابة أفاعي، وفي الغالب أفاعي ورقية، وهي توجد في بعض المواسم. من سيأكلكم أنتم؟ طعمكم سيء.
هناك. لا تتحرك، سأخبرك بشيء. هناك يتعلق شيء غريب على الشجرة لا ينتمي إلى الغابة، إني أراه لأول مرة. حسب وصفك إنها الأفعى التي دخلت الغابة. من الأفضل أن أنزل عندك، فأنا أخاف الأفاعي كثيرا، ولكن كيف عرفت بوجودها هنا؟ عرفت ذلك بالفطرة لأنني ذكي. يجب أن نفعل شيئا حيال ذلك، فالأرانب والفئران في خطر. هيا أسرع يا جفونة. فيردي يعرف بالتأكيد كيف نطرد الأفعى. مرحبا يا فيرد. لا تخف، هذا أنا. فيردي لحسن الحظ أننا وجدناك، هناك خطر. ياي، لقد تسلل ضيف مخيف إلى غابتنا الفضية. إنها أفعى سامة ضخمة وخطيرة. لقد حدثتني الفئران الثلاثة بذلك، وكنت أقرأ بالصدفة كتابا عن الأفاعي، في الصفحة 20 مكتوب أن القنفذ هو ألد أعداء الأفاعي. الأفاعي تخشى أشواك القنفذ. ذكاؤك محدود، لنذهب إلى صديقنا القنفذ سريعا. لقد آن الأوان، جعلت حساء الفاصولياء حارا جدا يا تينو، ستدمع عيناك. أرجو أن تكون قد أضفت أيضا بعضا من الفلفل الحلو والثوم. بالتأكيد، أعتقد أن بعضا من الثوم يكفي وستكون شهية. هذا رائع أكثر من الثوم، فأنا أحبه كثيرا. هل تعرف أنا شخصيا أفضل المطبخ الفرنسي، لكنني أحتاج أحيانا إلى شيء حار. افتح يا أبيتوس، إنها حالة طارئة. افتح الباب. لقد جئناك من أجل مشكلة لا يحلها إلا أنت. حسنا، تكلموا، ماذا لديكم الآن؟ ما الذي جاء بكم؟ لدينا مشكلة كبيرة ونحتاجك. ما هي؟ شوهدت أفعى في الغابة، وأنت الوحيد الذي يمكنه مجابهتها أيها الصديق. عذرا، فأشواكي قديمة وغير حادة. إنها مصيبة المصائب. لا تبدأوا بالخوف يا جماعة، اذهبوا إلى أخي جينو، فأشواكه حادة جدا ولا يخاف، يعيش هناك على بعد خطوات قريبة من شجرة البلوط القديمة. أنا خائفة. أبعد هذه الأفعى الخطرة عني. إن جفونة مخلوقة رقيقة ولا تقد لها بذلك القلق. استريحي إلى أن نطرد الأفعى، انتظروني، أنا قادم حالا. وداعا. أريد أن أضحك. وأنا أيضا أريد أن أضحك. الذي لا يحمل قمامته بعيدا كسول جدا برأيي. رائحته تبدو طيبة. هذا الشيء يقوي الدم فعلا. الجو رائع، الجو بديع، هذا لطيف. سأنام. ما بك يا حب؟ توقف عن القيادة بخطوط متعرجة. أنت محظوظ أن أسناني مخلوعة، وإلا التهمتك أيها الجبان. ابتلعي ما شئت، وأنا سأشرب ما تبقى من شراب. ألاحظ أن اللحم ليس صحيا، لهذا سأحاول أكل الفواكه. ليلة سعيدة. سيئة في هذا الصباح مرة أخرى، أين تختبئ براغيثي؟ في الحال يا سيدي، نحن هنا يا سيدي، نحن هنا. هذا تيتوس بالتأكيد، سأطرده في أقرب فرصة.
حلاقة ذقن كالمعتاد. إياك أن لا يكون الموس ماضيا، فلقد جرحتني في المرة السابقة. إنني أقوم بشحذه بشكل دائم يا سيدي. لقد كانت هذه حلاقة مريحة، هل لديكم صابون حلاقة جديد أم ما هو السبب؟ سننفذ ما تريد. ما رأيك سيدي؟ إن هذا رائع جدا. نعيما يا سيدي. إياكم أن يقترب أحدكم مني. يا يا إلهي، ابتلعت الأفعى أرنبا آخر. يا إلهي، ماذا أفعل؟ هذه هبة فراولة يا غبي، لو كان لدي طقم أسنان لالتهمتكم جميعا. النجدة! لا تسرع، لقد تعبت. النجدة! هل حدث شيء؟ يبدو أنك يائس ونفسك مقطوع، ما الأمر؟ لقد رأيت أفعى كبيرة هناك، بطنها منتفخ. بالتأكيد أن هذه الأفعى الشرسة قامت بابتلاع أرنب آخر، ولابد أن يكون أخي أوتو. لقد اقترب دورنا. ويلي، ما هو الحال؟ تبا، إن هذا أمر مزعج، علينا أن نتصرف بكل هدوء واتزان وبأسرع وقت ممكن يا أصدقائي. كوحش تماما. لابد أن أخي المسكين أوتو في بطن هذه الأفعى الآن. هل لديكم نايان؟ سأعزف لها لحنا مميزا لترقص طربا وتخرجه. إذا سنستخدم جينو. نعم، قبل أن تلتهم الأفعى كل شيء. كل شيء على ما يرام يا أصدقائي، لقد عرفت أثره، ربما تكون هنا دورية. اتبعوني. لقد فقدنا الأفعى هنا على ما أعتقد. يجب أن نعثر عليها فهي سامة. إذن ستسممه ولن تكتفي بأنها ابتلعت. هذه الأفعى ملك لحديقة الحيوانات وقد هربت. ما رأيكم بأن نعد لها شركا؟ أريد الحلوى الآن. ضعها بفمي. ماذا تنتظرون الآن؟ هيا انصرفوا جميعا من هنا. بأمرك. أهلا بأصدقائي، هذه مفاجأة لطيفة، لقد جئتم وأنا بمس الحاجة إليكم. لقد تلفت تسريحة شعري وأشعر بملل كبير جدا، هل يمكننا فعل شيء ما لنملا فراغنا؟ نعم، يجب أن تقوم بعمل ما. يجب أن نطرد أفعى سامة من الغابة، وعليك أن تساعدنا أرجوك. يتعلق الأمر بأفعى قوية وخطيرة، لقد ابتلعت الأرنبوت المسكين. هذا ما أحتاجه الآن، فأنا لم أغرس أشواكي منذ زمن بعيد في لحم أفعى. هيا بنا إلى المعركة. أين هذه الماكرة؟ أروني إياها. هد من روعك يا جينو، فعندي خطة. يجب أن نذهب أولا إلى جيرش، لقد صمم المركبة الفأر، سوف أستخدمه في هذه الخطة، فما رأيك؟ أولا، ما هي المركبة الفأر؟ وثانيا، ماذا بإمكان صرصور أن يفعل ضد أفعى؟ هكذا هم دائما عندما يبدأون بألعابهم الفنية، فلا يتقيدون بالوقت أبدا. ما
أمها. ما رأيك بقيادتي؟ ليس بهذه السرعة. أم أنك تريد أن ترسلنا إلى القمر؟ وصلنا. نحن جائعون. هذه أحدث تصاميمي، المركبة الفأر، مركبة أرضية عجيبة تشبه الفأر. إن هذا الشيء رائع، لقد سمعت عنه سابقا. قل لي، هل تستطيع أن تضع نفسك وهذه المركبة تحت التصرف؟ تحوم في الغابة أفعى، يجب علينا أن نطردها حالا. وما هي خطتك؟ لقد أعددت الخطة وتفحصتها جيدا كما عهدتوني دائما. إننا نعرف مكان وجود الأفعى، سنقوم بتطويقها. ستبدأ السناجب العمل أولا. إلى القيادة، نحن مستعدون. عندما أشعر بالخوف أقدم أظافري كما ترون، وقصرها الشديد دليل على خوفي. إذا نجحت خطتك يا فيردي، سأخدمك بدون مقابل ولمدة عام. لا تصدقها، إنه يكذب. انتبهوا، لقد أفاقت الأفعى. أفاقت من غرفة العمليات إلى الجميع، نستطيع أن نبدأ. فلتبدأ السناجب الهجوم الآن. من الذي ضربني؟ هل تعتقدون بأنني أخاف من فأر لعبة؟ هاي أنت أيتها الأفعى، انهضي وانصرفي من غابتنا وإلا قطعتك إربا. ماذا ذهك؟ ألم ترى الأفعى؟ إنها تبدو أفعى غير سامة. هناك خطأ، لا تفعل أفعى سامة خطيرة هكذا. اخرجي من مكانك فورا وإلا خنقتك. أخبركم بأننا ميتون، فهذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة. توقفوا عن الكلام الفارغ، فأنا لن أصيبكم بأثم، لا أسنان لدي. إذن أنت لا تؤذي أحدا. كيف لها أن تكون غير خطيرة وقد افترست أخي أوتو؟ لقد رأيت ذلك. أخوك شرب عصيرا فاسدا، وحين يصحو سيخبرك بنفسه. اصنعوا لي معروفا، فكروا بطريقة تمكنني من العودة إلى حديقة الحيوانات. أنا ضعيفة إلى حد أنني لا أستطيع القيام بذلك. هناك رجلان يبحثان عنك. لا تقلقي، سوف يقوم المشاوذ بتسخيرك وبأسرع وقت. فيردي لديه أفكار رائعة، سيجعلك صغيرة وخفيفة لنتمكن من حملك وإعادتك إلى الشارع. مرحبا يا معلم، إننا بحاجة إلى مساعدتك. نحن في البقعة الجرداء من الغابة خلف أشجار العليق، حيث يسكن السنجابان. لحظة، ماذا ستفعلون بي؟ أنا هنا فنان الشعوذة الرائع رايش لكل الحالات، لكن ما هي القضية؟ أخبروني. يجب أن تحول هذه الأفعى إلى دودة، فهي ليست معضلة بالنسبة لك. هذه فكرة غبية، ولكن كما تشاءون. تحولي. تحولي. النجدة، أنا خائف جدا. هربر، تحولي. في الميل، تحول في الحال. شكرا يا صديقي، بالرغم من الخلل فأنت الأفضل دائما.
لا تنسوا بأن التغير يدوم 30 دقيقة فقط. الآن إني مغادر، إلى اللقاء، حظا طيبا. تبا لكم. هل رأيت بحياتك أرنبا يشرب عصيرا؟ أوتوكار، أخي حبيبي أنت حي. أنت تعرف بأنني ذكي، فتعلم مني الذكاء يا أوتوكار. وأخيرا لقد وصلنا. إنهم قادمون. أين تختبئ هذه الأفعى؟ لقد انتهت النصف ساعة، يجب أن تتحول الآن يا أفعى. إنها هي، توقف سأعيدها إلى السيارة. هل تنامين في وسط الطريق؟ تعالي. أخيرا لقد وجدناك أيتها الماكرة. وهكذا أصبحت الغابة والشارع خاليين من الأفاعي تماما. استعادت حديقة الحيوانات أفعاها الرائعة، والآن تستطيع الفئران والأرانب أن تتنفس الصعداء وأن تتخلى عن خوفها. ولكن لحظة واحدة يا أصدقائي، هل تغير شيء؟ نعم، فيردي لديه الآن خادمه الخاص. أنا رهن إشارتك يا فيردي من هذه اللحظة. طلبانش خادم، ودعوا الصحون والفناجين. لو كنت مكانك يا فيردي، علي أن أفكر إذا كنت سأسمح لطلبانش بالدخول إلى المنزل. احذر. حسنا، يمكنك تنظيف حذائي، وبعد ذلك أريد أن أشرب الشاي مع ضيوفي في الصالون يا صديقي. أحسنت صنعا، امسح جيدا. تبلي، لقد نسيت جفونة تماما. وداعا. جفونة رقيقة. إيه، معنى هذا أنني حر طليق يا فيردي. ياي.